واحد بره زي القمر زي القمر زي القمر. ايه عايز ايه يعني؟ عايز يقابل حضرتك. اسمه ايه؟ جلال. طب بصي اطلعي قولي له مشغوله جدا مش هينفع تقابلك. ولا اقول لك استني خليه يخش خليه يخش. اتفضلي. اتفضلي. مساء الخير. مساء النور. اتفضل يا جلال. طيب اتفضلي انت يا سوسن. ماشي يا فندم. ازيك يا جلال؟ انا الحمد لله تمام. اسف يعني لو معطلك عن شغلك او حاجه. لا لا ابدا مفيش عطل. وبعدين ما انا ايه معطلتك عن شغلك؟ انا كلمتك كذا مره بس انت ما بترديش. فعلا؟ ما اخدتش بالي خالص. معلش انا اسف. كلمتك كتير قوي اخرهم من ساعه. ما انت شايف يا جلال مشغوله جدا ومش مركزه مع الموبايل خالص. كريمان هو انت زعلانه مني في حاجه؟ لا لا ابدا مش زعلانه ولا حاجه. انت عارف ان انا اعصابي تعبانه والمفروض تبقى مقدر موقفي. مش عايزه مني اي حاجه يا دكتور؟ لا يا سوسن شكرا. اي حاجه سوسن مش عايزه حاجه اتفضلي. ماشي يا دكتور. اه بس انا ذنبي ايه؟ انت ليه قررتي تبعدي فجاه كده؟ جلال انا هكون معاك صريحه. في حاجتين غلط بيحصلوا. اول حاجه اني ما ينفعش واحد اعرفه بقالي اسبوع 10 ايام وادخله في المشاكل اللي انت دخلت فيها دي. وتاني حاجه؟ تاني حاجه ان انا ما اتعودتش ان انا اخرج مع واحد لوحدي. واديك شايف في ناس كتير بتحاول تضرني. انا مش ناقصه. طب وليه الكلام ده كله جه فجأة؟ لا ولا فجأة ولا حاجة. أنا أول مرة خرجنا فيها مع بعض قلت ما فيهاش حاجة أي مرة وخلاص. وبعد كده الظروف هي اللي خلتنا نخرج تاني مع بعض. بص يا كريمان أنا هتكلم معاكي بصراحة من غير لف ولا دوران. أنا بحبك وعندي شعور كبير قوي واتمنى ان انا اكمل بقيه حياتي مع واحده زيك. جميل. انا مش عارفه اقول لك ايه بس انا شايفه ان احنا مش المفروض نتقابل تاني. كنت فاكر ان انت عندك نفس الاحساس تجاهي. يزعل ان انا فاهم غلط. انا اسف. جلال استنى. انا اللي اسف. انا صحيح بعني كل كلمه قلتها بس انا عايزاك تفهم الموضوع صح عشان ما تفهمنيش انا غلط. خليني اخلص شغل واكلمك ونكمل كلامك. ان شاء الله. عسل.